شلون طعم الليمون قوي؟ الصراحة طعمه وايد حلو مع البهارات اللي حطيتيها، خاصة البابريكا آخر شيء، روعة. بالعافية. طبخة جديدة تجمعنا معاكم في أيام رمضان الجميلة مع أبليكيشن راحة، الأبليكيشن اللي يوفر لكم كل احتياجاتكم المنزلية وتوصل لعند باب بيتكم. اليوم معاي أروى التركيت اللي بتقدم لنا طبق مختلف. حياك الله أروى. الله يحييك، مشكورة. أروى شنو بتسوي لنا اليوم؟ هي والله الوصفة جدا بسيطة، بس معظم يجربوها يصيرون مدمنين عليها. ايه؟ بطاطا بالليمون. حلو. وصفة سهلة بسيطة مثل ما قلت لكم، بس روعة الطعم. دام انها سهلة اكيد المكونات بعد مو صعبة وايد. بالضبط. شنو مكوناتنا؟ خلاص اخذيني بالخطوات. اوكي، فانا اوريدي قصه شويه من البطاط اساس ان نسرع. فضروري ان نقص البطاط شرائح جدا ضعيفه لان حالات انه يصير كريسبي. طبق اعتقد يوناني. وهي ايش كثر تستغرق مثلا؟ خلينا نقول وقت هي طبعا. بالفرن تقريبا نص ساعه، ممكن 40 دقيقه على حسب الفرن، بس عقب ربع ساعة راح نقلبها. خلوا أوريكم يا جماعة السماكة اللي إحنا نتكلم عنها، يعني حالاتها إن هي تكون بهذه الطريقة نوعا ما شفافة. إيه، إذا صارت شفافة راح تعطينا هذه القرمشة بالضبط. فراح نصفها الحين هني. تمام. خش. فالحين راح نسوي الصلصة. فعندنا الحين المكونات، فعصير الليمون، زيت زيتون، مروق الخضار، الملح، الأوريغانو مجفف، وبشر الليمون، وراح نضيف الحين الثوم مهروس. مرقة الخضار اللي حطيناها هي نفسها المكعب، نفس الشيء. في مكعب، في مرات يكون بودرة. اللي يكون بودرة يكون مذكور مثلا ايش كثر تحتاج، ايش كثر كمية البودرة، تخلطينها مع الماء. حلو. الحين نبلش نخلطها. بس نخلطها وبعدين راح نصبها من فوق، بس نصبها بالتساوي. تمام. الحين نحطها بالفرن. يلا. اوكي، فهي يدخل الفرن يكون بالنص. تمام. كم درجه الحراره؟ 200 اذا 200 اذا سنتيغريد، و 400 اذا فرنهايت. اوكي، فالحين راح ننطر علشان نقلبها. ايه، وتالي نرد ندخلها الفرن، صح؟ بالضبط. الحين يا جماعه دخلناها الفرن، راح ننطر ربع ساعه، بعدها نقلبها، بعدها نرد ندخلها الفرن ربع ساعه ثانيه. فانا اقول ننطرها شيء تنطبخ وتتحمش وتصير لذيذه، وننتقل حق فقره التذوق. وخلص معانا طبق البطاطا اللي تشوفونه، سهل وسريع، تقدرون تسوونه مثل ما قلنا لكم كطبق جانبي على سفرة الفطور. كل المقادير تحصلونها في أبليكيشن راحة. نجرب؟ إيه طبعاً. لذيذ. شلون طعم الليمون قوي؟ الصراحة طعمه وايد حلو مع البهارات اللي حطيتيها، خاصة البابريكا آخر شيء، روعة. بالعافية. يعني أنا أشوف أن هذا الطبق اللي مو بس يتقدم على سفرة الفطور، حتى بعد الفطور نقدر أن احنا نحطه ونستمتع فيه كشيء مالح. وايد لذيذ وضروري تجربونه.